معكم طالبة في السنة الخامسة من كلية الطب والصيدلة ديال الرباط. جينا اليوم حيت لقينا البارح واحد الخبر اللي صدمنا كاملين كطلبة، ديال أنه عيطوا الثلاثة ديال ليزيتيديون ديالنا ولي غوبريزونتون ديالنا الكونسي دو ديسيبلين. خبر اللي ما فهمناش، باسكو عيطوا ليهم بتهمة أنهم تحرضونا وأنهم هما كيديروا هاد الموفمون غير من راسهم، كوم كو حنايا المطالب ديالنا ما متفقينش عليها كاملين، كوم كو حنا باغيين ندوزو الامتحانات وهما تيمنعونا. هادشي ما كاينش في الواقع، وللأسف ما فهمناش علاش كيتهموهم بهاد التهم. حنا في دوغون لي زيكزامان ديالنا الأبواب ديال الكلية تيكونوا مفتوحين، اللي كيبغي يجي يدوز كيدوز، اللي ما بغاش سا ريست ان شوا بيرسونيل، ما كنبزو على حتى شي واحد انه ما يدوزش الامتحان. دونك فاش كيكون ان بويكوت 100% كيف كتسمعوا في كاع لي زيكزامان اللي دازو، راه سي بار شوا بيرسونيل، سي بار ليبرتي بيرسونيل، ما كنبزو على حتى شي واحد، ما كنديفولكيو شنو هما السميات ديال الناس اللي كيدوزوا الامتحانات ولا اي حاجه من هادشي. دونك ما فهمناش هاد لي زاكوزاسيون للاسف، اعتبرناه انه فقط طريقه للقمع والتهديد، لان المطالب ديالنا مشروعه اتفقنا عليهم كاملين، درنا دي فوت اللي كانوا بدي بورسنتاج عاليين بزاف، تقريبا الونانيميتي بلوس دو 99% ديال لي ستوديون او نيفو ناسيونال فوتاو كونتر هاد كونتر لو بي في اللي خرج ديال الوزاره، فوتاو بور انه لو بويكوت يكمل، فوتاو بور انه المطالب ديالنا راها مشروعه وان الملف المطلبي صالح وكاع البنود اللي فيه مشروعين و تري تري لوجيك وواقعيين. للاسف اوليو انهم يعيطوا علينا بور دي ريونيون ولا باش انه يكون ان تيران دونتونت وباش يقلبوا على حلول، كيستعملوا هذا المنهج ديال القمع والتهديد اللي ما صالح لنا حتى شي حاجه، وفينال حيت كيزيد من السخط ديال الطلبه. جينا هنا اليوم باش نهضروا مع شفنا درنا ان سيتين، درنا اضراب وهذا، مي لو بروبليم الكبير اللي كان عندنا دابا اليوم سي كو كان عندنا جينا نخرجوا على ساحه النضال ولقينا بان عندنا دي بروبليم كبار، اللي هما اول حاجه فاش نجينا نديروا النضال ونبينوا نديروا ان سيتين خاص نديروه لداخل ديال لافاك، ما خلاوش نديروا لنا لداخل ديال لافاك، سدوا لافاك، سدوا لافاك، فاش بغينا ندافعوا على لي غوبريزونتون ديالنا اللي حيدوهم ما بقاوش لي غوبريزونتون، حلوا لي بيغو، حلوا المكاتب، المكاتب ديال الطلبه حلوهم، قالوا لهم صافي سالاش خدمتكم انتوما، جينا حنايا هنايا باش ندافعوا عليهم، مي ما خلاوناش باش نليغاليزي ورقه، ليغاليزي ورقه اللي هو حق ديالنا، ليغاليزي ورقه نقولوا لهم بان راه حنا اللي دخلنا للاضراب، ماشي هما اللي قالوا لنا محرضونا، حنا اللي بغينا ندخلوا للاضراب، ما خلاوناش نليغاليزي ورقه، الكيران تمنعوا هذا من دابا وقبل، وهذا ماشي حاجه جديده ولفناها، و يعني هذه السياسه ديال القمع ما عرفتش فين غادي تزيد بينا القدام، حنا كنحاولوا نلقاو حل، حنا كنحاولوا نلقاو الحل، والدوله ما كتخليناش. الدولة كنلقاو حنا بان عندنا حائط قدامنا ما كيخليناش الدولة تلقى لنا حل. لا يعقل ان الوزارة غادي تجي وغادي تقول لك بان راه انتوما كتحرضوا الطلبة، وفي الاخر فاش كنمشيو نلقاو سيتين ناسيونال قدام البرلمان كتلقى 12000 واحد، واش هاد 12000 واحد هادو كاملين تحرضوا؟ راه ماذا تمعنى؟ ما يمكنش باش تقول لي بان راه هادو كاملين تحرضوا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.